الموسيقى، لازم نتكلم عن الموسيقى يا طارق. نعم الموسيقى، يعني مثلا هالدير هي اللي اشتغلت على موسيقى الفيلم هذه، وهي اللي اشتهرت ايضا في موسيقى بديعه جدا لمسلسل تشيرنوبل. يعني فانت عندك كل هذا الاشياء تحدث، وبعدين يصير في تغير اللي هو يحدث على صعيد الموسيقى وعلى صعيد التصوير وعلى صعيد الشخصيه، اللي هو اول ما تبدا تتشكل الشخصيه الشريره القبيحه للجوكر تبدا الامور تنفجر، يعني خاص يطلق كله. وهذه فكرة أساسية جدا في قصة باتمان، أنه عبث الجوكر أو عبث في مدينة غوثام هو عبث يفتح باب الجحيم، كل شيء يشتعل في لحظة واحدة. كلمة جوكر هو الشخص المازح أو الشخص الذي يلقي النكات، بينما كل ما دار في الفيلم يعني لا، يعني لا تعدوا لحظات قليلة جدا اللي تلاقي فيها جانب ممكن يكون، ما راح حتى أقول لايت كوميدي، اللي لحظات العابرة جدا، بينما كل شيء آخر كان دائما ثقيل ويحاول أن يجرك إلى مستنقع بشكل أو بآخر، كأنك ترى العالم من أسفل. لكن الجزء الأخير من الفيلم بدون برضو حرق هو الجانب اللي تقدر تقول لحظات التغيرات بدأت تتسارع، صار الرذم أقل، يعني نقدر نقول بطئا. يعني أنا يمكن الشيء الوحيد اللي كنت أحسه أنا أتفرج على الفيلم وأتفهم جداً ليش استغرق ساعتين ونص تقريباً في دور العرض، أنه كان هي الأحداث ثقيلة ما تقدر يعني تختصرها بشكل أو بآخر، لكن لما تشوفها في السينما، وأنا أوعد حتى المشاهدين اللي بيشوفونها حتى في العرض الخاص هذا، أنك ما راح تحس أنها ساعتين ونص.